حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث او اتحنث بها في الجاهليه من صله وعتاقه وصدقه هل لي فيها اجر قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف لك من خير